الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وبعد، كما تعلمون أن الليلة مشاءة الله سبحانه وتعالى هي الليلة الأولى من ليالي هذا الشهر الكريم المبارك، يعني هذه الليلة هي أولى ليالي رمضان، أولى ليالي رمضان لعام 1442 هجريا، يعني غدا بمشاءة الله سبحانه وتعالى هو أول يوم من رمضان، ولكن هذه الليلة هي أولى الليالي من رمضان. وكما تعلمون أننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى وبناء يعني على الظروف الصحية التي يمر بها العالم أجمع، يعني وليس في المدينة فقط وإنما يعني العالم ككل، حتى هناك بعض الدول العربية والإسلامية منعت صلاة القيام، وهناك بعض الدول يعني من الممكن أن يصلى فيها القيام ولكن بشروط وضوابط يعني قوية ربما لا يستطيعها الكثير من الايه من الناس. نحن كنا نأمل في مدينة أوفريتو أن نصلي القيام، وكنا يعني على أمل أن نصلي القيام حتى على الأقل في الأيام الأولى من هذا الشهر الكريم، ولكن قدر الله وما شاء فعل، يعني لن نستطيع أن نصلي القيام حتى اللحظة. اللهم إذا كان هناك جديد من مشيئة الله سبحانه وتعالى سنخبركم به، وعليه فإننا بمشيئة الله سبحانه وتعالى سنصلي العشاء وننصرف بعد أذان العشاء مباشرة. ومعنى أننا سننصرف بعد صلاة العشاء مباشرة أن الإنسان لا يصلي القيام. صلاة القيام هي في الأول وفي الآخر هي صلاة نافلة، وصلاة النافلة يعني دائما في السنة النبوية يستحب للإنسان أن يصليها في البيت. قال صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. والغالب في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنهم كانوا يصلون قيام الليل في بيوتهم حتى في رمضان، يعني قيام الليل ما كان في المساجد إلا في خلافة سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه، جمع الناس على صلاة القيام، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني خشي أن يصلى القيام جماعة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، أو أن يصلي بالناس جماعة في صلاة القيام فيفرض عليهم القيام. فمن باب التيسير على الأمة النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي القيام في بيته، ونصح النبي صلى الله عليه وسلم كما قلت بأن يصلي الإنسان في بيته. يعني دائما صلاة الفرائض تكون في المسجد، وصلاة النوافل حتى السنن، يعني السنن التي يصليها ربما مثلا الإنسان حينما يصلي صلاة الظهر ويصلي بعد الظهر ركعتين من السنة المؤكدة أو أربع ركعات، إن لم يصلي أربع ركعات قبل الظهر فمن الممكن أن يصليها في بيته إن انصرف من المسجد وذهب إلى البيت مباشرة. هذا فيه من الفوائد الكثيرة أن الإنسان يصلي في بيته ويجعل بيته نور، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. وكما أن صلاة الفرض يعني بيترتب عليها الأجر المضاعف في المسجد، فصلاة النافلة يترتب عليها الأجر المضاعف في البيت وليس في المسجد. يعني سبحان الله، صلاة النفل أو صلاة السنن غير صلاة الفرض. يعني إذا كنت تؤجر أجر مضاعف على صلاة الفرض في المسجد فأنت تؤجر أجر مضاعف على صلاة السنة ومنها قيام الليل في البيت. وليس معنى أننا نصلي القيام في بيت الله سبحانه وتعالى أن المسلم يترك صلاة القيام. صلاة القيام هي في الأول وفي الأخير الإنسان يستطيع أن يتداركها حتى ولو بصلاة ما تيسر في بيته. يعني ليس شرط أنه لو استطاع أنه يصلي ثمان ركعات وبعد ذلك يصلي الشفع والوتر فهذا من فضل الله سبحانه وتعالى عليه، حتى ولو سيصلي من المصحف ليس هناك حرج أن الإنسان يصلي من المصحف ويقرأ وخلفه الزوجة والأولاد وهكذا، وهذا يكون أفضل في الأسرة كلها تكون أسرة إيمانية تجتمع على إيه؟ على ذكر الله وعلى طاعة الله سبحانه وتعالى. يعني لو اجتمعت أسرة كلها هكذا في طول ليالي رمضان أظن والله أعلم أن الأسرة تستفيد من هذا الأمر أكثر من استفادة الإنسان حينما يصلي في المسجد، والله أعلم يعني. لكن أنت حتى ضعها في عقلك هكذا، حينما تصلي بزوجتك وأولادك في البيت، فالأسرة يعني لذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: رحم الله رجلا قام من الليل فصلى وأيقظ زوجته فإن هي أبت نضح في وجهها الماء، يعني رش في وجهها الماء رشا خفيفا هكذا حتى تقوم وتصلي معه.
ورحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها، فإنه أبى نضحت في وجهه الماء، يعني رشت في وجهه الماء رشا خفيفا حتى يقوم معها الليل. يعني الزوج يعين الزوجة والزوجة تعين الزوج. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هذا في العشر الأواخر من رمضان، يوقظ كل صغير وكبير يطيق الصلاة. يعني أي إنسان في البيت يطيق الصلاة النبي صلى الله عليه وسلم يوقظه، يعني حتى ولو طفل صغير، حتى تتداركه رحمة الله ونفحات الله عز وجل. ألا إن الله عز وجل لكم في أيام دهركم نفحات ألا فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة من نفحات الله عز وجل فلا يشقى بعدها أبدا. ولذلك حب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم المسلم كما قلت لا يتغافل عن صلاة قيام الليل. صلاة قيام الليل يعني تطلق على أي صلاة يصليها الإنسان بعد صلاة العشاء، حتى ولو ركعتين، حتى ولو قرأت ما تيسر من كتاب الله سبحانه وتعالى. قال صلى الله عليه وآله وسلم من قام الليل بعشر آيات لم يكتم من الغافلين. يعني لو عشر آيات ستقرأها بعد صلاة العشاء خرجت من دائرة الغافلين إلى دائرة الذاكرين الله سبحانه وتعالى. ومن قام الليل بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام الليل بألف آية كتب من المقنطرين، وهكذا. فالإنسان لا يبخل على نفسه بصلاة قيام الليل حتى ولو في البيت. لا يقول مثلا طالما أننا نصلي القيام في المسجد فلا يصلي في البيت، لا بالعكس، المفروض أنه يكون أحرص على صلاة القيام في البيت كما قلت أكثر من المسجد. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع عنا ما نزل بنا من البلاء والوباء، وأن يشفي الله سبحانه وتعالى مرضانا ومرضى المسلمين. كما ذكرت في البداية أن دروسنا بمشيئة الله سبحانه وتعالى ستكون يعني قبل صلاة العشاء في الأيام الأولى، لأننا سنصلي العشاء في الأيام الأولى فقط. وسما يخبرنا الإخوة المسؤولين في الإدارة أننا لن نستطيع أن نصلي العشاء نظرا لعامل الوقت يعني. بعد ذلك بمشيئة الله سبحانه وتعالى تكون الدروس من بعد صلاة العصر. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم، وكل عام وأنتم بخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم.